تزيد إيران من حدة لهجتها تزامنا مع مرحلة انتقال الرئاسة فيها من حسن روحاني الذي يوصف بالمعتدل إلى إبراهيم رئيسي القادم من صفوف الأصوليين. فالمرشد الإيراني علي خامنئي قال بوضوح إن تجربة الوثوق في الغرب فشلت، ورهن قضايا البلاد بالتفاوض مع الغرب وأمريكا، أو رهن ذلك بالتفاوض مع الولايات المتحدة لم يجد نفعا. لا ثقة بعد اليوم بالغرب عموما وأمريكا تحديدا، هي تجربة فشلت وانتهت، قالها المرشد الإيراني علي خامنئي في آخر لقاء له بالرئيس المغادر سدة الحكم وأعضاء حكومته. ترفع إيران سقف المواقف ومن أعلى هرم النظام تحذر من الانزلاق نحو اتفاق يفتح أبواب التدخلات الأمريكية في ملفات طهران الحساسة كملف الصواريخ البالستية. تبين خلال حكومة السيد روحاني أن الاعتماد على الغرب لا يجدي نفعا، فالأمريكيون يعيدون برفع الحظر، لكن فضلا عن عدم رفع الحظر يضعون الشروط، فهم يريدون إيجاد الذرائع للتمهيد لتدخلات قادمة بشأن أصل الاتفاق ومواضيع الصواريخ وقضايا إقليمية. نبرة إيرانية تحذيرية تأتي قبل تسلم إبراهيم رئيسي كرسي الرئاسة، وقبل العودة إلى استئناف محادثات فيينا، محادثات تعد طهران بمواصلتها وتبقي الوجه ذاته عباس عراقجي على رأس وفدها المفاوض. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللهجة الإيرانية ستظل على حالها. أعتقد أن انطلاقة الحكومة الجديدة ستكون بمسار دبلوماسي جديد، لأن إيران جربت المفاوضات لأكثر من 7 سنوات دون نتيجة، وكلما تنازلت زاد الغرب بوضع شروط أخرى. تدخل إيران إذن مرحلة تقليص الخيارات أمام الغرب في وقت تخصب فيه اليورانيوم بنسبة 60% بأجهزة طرد مركزي متطورة، مع إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وخطوات تصعيدية في الطريق هي عودة إلى المربع الأول حسب مراقبين. ملامح المواقف الإيرانية المرتقبة تعكس عودة طهران إلى لعبة شد الحبال مجددا، وإن كانت لا تخفي رغبتها في إعادة أحياء الاتفاق النووي، لكن يبدو أن مسافات التقارب لحلحلة العقدة النووية مع الغرب لم تعد كما كانت في فترة روحاني على الأقل. ياسر مسعود، العربي، طهران.